تعالى بقى نروح بقى لموقف الحكم، الحكم السوداني. اولا كريم عنده وجهه نظر وراي في تعيينه وفي اللعبات الجدليه، وانا عندي معلومات بخصوص ضربه الجزاء واللعبات الجدليه اللي في المباراه، ويمكن الكلام ده اعتقد هتسمعوه لاول مره من خلال يلا كره وجي ال سي. بص يا محمد، خلينا نبقى من البدايه كده. اصلا وانس ان انت وصلت لدور الثمانيه في بطوله كبيره زي ده افريقيا، ووضعا في الاعتبار ان انت خدت قرار ان دور المجموعات يترحل دور 16 وتبدا النوك اوت من دور الثمانيه، يبقى انت المفروض من دور الثمانيه سيمي فاينل فاينل كل المباريات دي تتلعب حكام نخبه، حكام صف اول عندك. فعش تيجي تقول لي ايه اصلا هدي فرصه، الفرصه يا باشا تديها في المجموعات، في المجموعات مثلا ماتش قوي ومؤثر زي ماتش ده ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله الرحيم، طاقم التحكيم بالكامل بالكامل ما عندوش اي ثقه في نفسه، واضحه قوي الساحه والاثنين مساعدين واضحه جدا وهم نفس الطاقم اللي كان بيحكم مباراه الجيش والاهلي الليبي في البطوله العربيه، وشفنا الاحداث اللي حصلت. وتاني والله الطاقم التحكيم بالكامل في الملعب واللي كانوا قاعدين على الفار نزهه، قمه في النزاهه، لا خلاف على هذا ولا والله بنتكلم فني، والله والله لا هم فعلا قمه النزاهه، والله لا اشكك في اي شيء ولا ليهم اي علاقه، عشان بس الكلام واضح اهو عشان نجيب من الاخر، ولا ليهم اي علاقه بماتش الاهلي والهلال، عشان الناس ربطت ما بين جنسيه الحكم وما بين الاحداث كانت. فبمناسبه جنسيه الحكم انا عندي معلومه مهمه، لان برضو الاتحاد الافريقي لازم ياخد باله منها. ما يبقاش الهلال اشتكى الاهلي في الاتحاد الدولي، وما يبقاش الاتحاد السوداني بيدعم شكوى الهلال، وما يبقاش اللجنه الاولمبيه السودانيه مطلعه بيان رسمي، وانا كاتحاد افريقي اجيب حكم سوداني. ده كلامك عشان حتى ابعد عني الشبهات، ابعد عن الشبهات. عارف لو شكوى نادي اقول لا مالهاش علاقه، لكن لما الاقي اتحاد البلد واللجنه الاولمبيه بتطلع بيان والاتهامات عنصريه ورايحه للفيفا، لا انا كاتحاد افريقي لازم اركز برضو. صح، بس بكل امانه طاقم التحكيم هم واضح جدا 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 من ضمن المباراه، هم قمه النزاهه وناس شريفه وموضوع منتهي، مفيش اي ازمه في الحته دي. لكن طاقم تحكيم ضعيف نعرفه منين؟ ببساطه اول ما تلاقي اللعيبه بتضغط على الحكم وهو يستجيب لضغطهم، حتى لو ضغطهم ده صحيح، بس انت حكم ضعيف صورتك هتبان قدام اللي بيتفرج ان انت خدت القرار ده، تتاثر بضغوطات اللاعبين، ما بالك بقى بضغوطات الجماهير. يعني برضه تقول لك ايه اصل الحكم ما بيلاقي الجمهور مش عارف ايه، بيتاثر بالجماهير الكتيره. واضح جدا امبارح صفارته متاخره، هو في فاولات بيصفر عليها وفي فاولات ما بيصفرش عليها، في فاولات عايز في كرات في كرات ما بيفهمش هو صفر ايه اصلا. يعني كان في لعيب من الرجاء يجي ولعيب من الاهلي يجي وقعدوا يضغطوا عليه، ويعني الراجل مش عارف ياخد قرار عمال يهدف ده، دي انت شخصيتك ضعيفه. فاهم قصدي؟ طيب المساعدين اهو، وانا اسف يعني البرنامج ده اسمه في كتفك يا اهلي، صح؟ الشوط الثاني الحكم المساعد حرم الرجاء من يعني فرصتين ضاعوا، بس في كورتين حسبهم تسلل ومش تسلل خالص على الرجاء. كورتين في الشوط الثاني الهجمه كانت خلصت، هو عمل ديلي لغايه قرار الفار بس كده رفع الراي. رفع غلط على فكره، القرارين اللي رفعهم غلط. النادي الاهلي في كوره في الشوط الاول لكهربا غلط، القرار لحسين شحات مش فاكر بصراحه، بس ثلاث قرارات لهجمات مؤكده حسبتهم تساوي مش تسلل. طيب نيجي للكره المثيره للجدل اللي انا كتبت عليها امبارح. ايوه القانون بيقول لو الكوره جت في جسد اللاعب وردت في ايده لا تحتسب. ليه؟ لان هي النهارده ده امر يعني تلقائي من اللاعب، وصعب جدا جدا يتحكم في حركه ايده. الكوره دي انا ما حسبتهاش كده، انا حسبتها في اهمال من اللاعب، لان الكوره هو لعبها بدماغه، ما جاتش يعني ما خبطتش وردت، لا هو لعبها، هو لعبها بدماغه. كان مين واقف قدامه؟ بيرسي تاو. الكوره دي لو طلعت من دماغه وراحت لبيرسي تاو، بس تمام فرق بمره. تمام، هو اهمل في استخدام ايده، كان فيه اهمال في الوضع بتاعه، بس ايده كانت ثابته على الارض ما اتحركتش. هل كانت يعني هنا في سؤال مهم بقى عشان نحسم الحته دي، ان الناس بتتكلم على ايه؟ على اليد الداعمه. طيب ايده اصلا لما الكره جت في دماغه كانت ثابته، ولا ايده ثبتها بعد ما لعب الكره بدماغه، ولا وضعه ده طبيعي اصلا؟ لا يفصل في الكلام ما بيني وما بينك، هي لقطه. تمام، الكوره لما جت في دماغه كان هو اساسا سالب بايده قبل ما الكوره تيجي في دماغه، ولا لما الكوره جت في دماغه راح سالب بايده؟ هو كان ساند بايده في الاساس اكيد، يعني جت في الارض الكوره نزلت في الارض ردت في راسه وراحت في ايده وهو ساند على الارض. الكوره ايه؟
بدات في الارض تمام. نزلت في الارض ردت في راسه وراحت في ايده. طيب لما ردت في راسه كان هو ساند بايده؟ كان ساند بايده. خلاص انا بعتذر مش هقول لك كذا. طيب تعالوا بقى نسمع ونشوف او مش هنسمع هنقول لكم المعلومات اللي جات لنا. دي كانت الحاله دي جدليه. اولا في اراء مختلفه. كابتن ناصر عباس قال ضربه جزاء. كابتن جهاد جريشه قال ضربه جزاء. ولكن الاراء اختلفت. استندوا لايه؟ استندوا لنفس الشرح بتاعك ان الايد هنا مش داعمه وان النزول هنا انت نزول بارادتك مش نزول لا اراده. يعني انت لو الكره في الهواء وطالع ولعبتها براسك وجت في ايدك وحتى ايدك مكبره جسمك هنا انت طالع غير اراده انك لازم تلعبها فجت في ايدك فهنا ما تبقاش ضربه جزاء. لكن انت النزله اللي انت نازلها على الارض دي مش بارادتك ده انت اللي نازل بنفسك. هي شكل بص يا محمد هي الشك فيها كده فيها اهمال هو وضعه في اهمال فيه. ما هو الكابتن ناصر عباس والكابتن جهاد جريشه قالوا ان فيها اهمال وعلى هذا الاساس تحتسب ضربه جزاء ونفس وجهه النظر كان بيقولها كريم من البدايه. انا ما بحبش اتكلم في الحالات الجدليه انا بحب تمام. بقى اعرف المعلومه راي الناس فيها ايه. عدد من اعضاء لجنه الحكام كانوا بيتناقشوا في اللعبه دي امبارح في الكاف في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي واجمعوا بالاجماع ما فيش راي مختلف بالاجماع ان اللعبه ليست ضربه جزاء. قول لنا اساميهم يعني دي مصادر يا كريم. كريم عايز صدرنا على هوا. الكابتن عصام فتاح احد اعضاء هذه اللجنه صح؟ كابتن عصام فتاح احد اعضاء هذه اللجنه ومعلوماتي ان هو اتفق مع الاراء وقال ان هي اللعبه مش ضربه جزاء. ولكن انا عندي كمان وجهه نظر ثانيه وجهه نظر محايده ومن قاره اسيا. كابتن جمال الشريف كمان وجهه نظره ان هي مش ضربه جزاء. طيب لما نسال ليه مش ضربه جزاء تعالوا نشوف الراي بس مش راي مين بالظبط عشان ما نكشفش مصادرنا. الاتفاق على ان اللعبه مش ضربه جزاء كان الفكره في معناها ايه؟ ان الكوره لمست راسه اولا ثم اصطدمت بالارض وارتدت الى الصدر وذهبت منه الى اليد الداعمه. بس هي ما جاتش في صدر. دي انا بقول لك وجهه النظر اللي اتقالت. لا ما دي ما فيهاش وجهه نظر دي نحسمها بايه؟ نحسمها بالفيديو. بالفيديو لما اشوفها. اصل دي سهله يعني احنا النهارده وجهه النظر هتيجي انك هتستخدم اني ماده في القانون؟ ما هو مواد القانون يا جماعه كتير. فكل انت بترجع ليه يا محمد؟ بترجع للماده اللي بتؤيد رايك في اللعبه. لكن اللعبه نفسها ما فيهاش وجهه نظر. ايه اللي حصل؟ لو انا بقول لك اهو انا من حسب ما افتكر الكوره اتلعبت خبطت في راسه ومن راسه جت في ايده. دي اللي انا شفتها. ايده كانت بعد ما الكوره جت في راسه وعشان كده اتهمته بالاهمال. بالاهمال لكن لو انت على حسب روايتك بتقول هو يعني انت بتقول ده من الكاف قالوا كده يعني من الناس اللي موجودين في الكاف وبيحلوا لي اللعبه اتكلموا فيها وقالوا تاني. ان الكوره لمست راسه اولا اصطدمت بالارض وارتدت للصدر ثم ذهبت منه الى اليد الداعمه. لا يوجد لمسه يد رغم ان اللاعب تعامل مع الكوره بطريقه ساذجه ولكن هذه اليد تعتبر يد داعمه للجسم بين الجسم والارض للعب الكره بواسطه الراس. ولو جاءت الكوره بشكل مباشر باتجاه اليد في البدايه كانت هتكون ضربه جزاء. ما هو بص احنا خلي بالك الكلام مع كلام الكابتن جهاد جريشه مع الكابتن ناصر عباس هو القانون واحد يعني مفيش كلام جديد هيتقال على القانون. احنا عندنا حالتين. حاله بتقول لك في ماده بتقول لك لو لمس امتى تحتسب لمس ما تحتسبش لو الكره ارتدت من جسد اللاعب بشكل غير تلقائي بالظبط يعني مش متعمد لكن في اللعبه دي لا هو لعبها بدماغه هي ما خبطتش في دماغه. انا اسف يعني مفيش حاجه اسمها الكره خبطت في دماغي يعني الكره هو كان نازل يلعبها براسه هو في الارض يعني هو خد قرار ما خبطتش. ما هي دي الفكره بيقولوا عنها كابتن ناصر عباس وقال لك هو نازل بارادته. ايوه وده يعتبر لا مليون في المية مليون في المية دي ما فيهاش فصال الكره ما خبطت في دماغه ما كانتش خبطه لا هو اللي رايح لها هو اللي قرر يلعب. هنا بقى انت قلت حاجه جديده ان الكوره لما هو لعبها بدماغه خبطت في الارض وجت في صدره وارتدت لايده صح كده؟ انا بصراحه ما شفتش الكوليكشن ده عموما اختلفت وجهات النظر كابتن ناصر وكابتن جهاد جريشه في رايي كابتن عصام عبد الفتاح انا واثق ان هو قال ان هي مش ركله جزاء في كمان الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح قال ان هي مش ركله جزاء ولجنه حكام الكاف في اجتماعها قالت مش ركله جزاء يبقى في اجتماع اونلاين كده لتقييم بعض المباريات وكانت المفاجاه بالنسبه لي الكابتن جمال الشريف قال ان هي مش ركله جزاء لكن عموما الفوز 2-0 عدم الحمد لله مصر يعني ما اثرتش في النتيجه لكن برضو في حاجه مهمه ما عملناش نفس الحاله الجدليه اللي حصلت السنه اللي فاتت طبعا يعني السنه اللي فاتت كان الاهلي ما كانش له علاقه بضربه الجزاء اساسا وبره الموضوع ودخل الاهلي طرف صحيح. اعتقد الناس لازم تعرف الفرق ما بين الاعلام هنا وبعض الاراء الجماهير أكيد. الامور مختلفه وفي الاخر نتمنى التوفيق يا رب للاهلي في لقاء العوده.